نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أيها الإخوة الأعزة، امتاز المسلمون في أول أمرهم وفجر حياتهم عن المسلمين اليوم بصفة الرجولة وبقوة الشجاعة، وتجلت هذه الرجولة والشجاعة النادرة في شخصية محمد سيد البشر وإمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: والله لو وزعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. وأهم عناصر الرجولة والقوة المعنوية قوة العقيدة، فصاحب العقيدة القوية يؤمن بالله ويتوكل عليه ويتقوى بمعيته ويتصل بحبله المتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أيها الإخوة الفضلاء، وبهذا التصور الرباني وبهذه الرجولة الإيمانية جعل الله لرسوله من الضعف قوة، ومن القلة كثرة، ومن الفقر غنى. كان فرداً فصار أمةً، كان أمياً فصار معلماً، علم الملايين، كان قليل المال فصار أغنى الأغنياء، وكان مهاجراً وآذياً إلى غار فصار حاكماً. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين، والسلام.